احتياط منهجي لا يجب أن نختصر المسافة الموجودة ما بين المعاينة، الدراسة، البحث، التفكير في المشهد السياسي والفعل السياسي. يعني كاين فرق ما بين من يدرس ويتابع ويحاول أن يفهم ويمكن أن يحلل، هناك فرق ما بين هذا الموقع والفاعل السياسي بمواقفه، بتفاعلات، ضرورة التفاعلات مع الأوضاع ومع ضربات الآخر، ضربات اللي كيتبادلوها الفاعلين. أنا هذا الاحتراز المنهجي يعني ضروري نذكر به، أنه القراءة السياسية شيء، قراءة من زاوية علم السياسة أو ما ينزع العلم السياسة، لأن غادي نكون شوية إلى قلت بأن نمارس علم السياسة فيها شوية ديال البريتونسيون ديال الادعاء، ولكن نحاول أن نعرف ما يجري في الساحة بموضوعية وبهدوء. أنا بغيت نتكلم على بعض المميزات اللي كتبان لي واضحة في المرحلة الحالية. المسألة الأولى هي قوة الدولة، مسألة واضحة للكل. يبدو بأنه من خرجنا من وباء كوفيد وجدنا نفسنا أمام دولة كانت حاضرة ولكن ازدادت قوتها وازدادت الهالة التي تحيط بها وترسخت تقوت مشروعيتها، والسلطة خاصة في الأيام الأولى دي المرحلة ما بعد الوباء، السلطة وكأنها عاد حيات من جديد وتقوت، وإمكانية الفعل اللي بين يدين الدولة تكتفت تقوت بشكل واضح. وفي نفس الوقت هناك علاقة جديدة مع المجتمع. هذه النقطة الأولى. يعني بالمقابل، النقطة الثانية، بالمقابل الفاعلين السياسيين حكومة معارضة أغلبية ومعارضة، المستويات المختلفة، كاين فرق ما بين قوة الدولة وموقع وأداء وفعل وأهمية مختلف المؤسسات، حكومة، برلمان، أحزاب، نقابات، بما فيها المجتمع المدني. الفرق كبير. وأميز بين الدولة والفاعلين السياسيين، وازدادت المسافة والمشهد، بما أن الموضوع والمشهد يبدو بأنه مشتت مقسم، وبأن الحدود ما بين الفضاءات اللي موجودة في هذا المشهد ما واضحش، شنو اللي كيميز هذا القطب عن الآخر غير واضح، وكاين إشكالية أنه نقص في الحيوية وفي الدينامية الفعل السياسي. هذه الخاصية الثانية باش نكون مركز.
تنوع المشاريع اللي كيحملها كل طرف تنوع نسبي جدا، كيبانش شنو جايب هذا بالنسبة للآخر. و كما قلت التنافسية تعني يعني انحدار حيوية المجتمع، انحدار يعني خفوت الحيوية ديال الجسم المغربي. وهاد المسألة هادي يمكننا نستقروها في الأوضاع ديال الأحزاب، النقابات، الجمعيات، المكونات كاملة. بالنسبة للحظات السابقة يبدو بأن كاين هاد الفرق. ثلاثة، كنعرفوا إذا قوة الدولة وشنو ضعف تشتت النسبي ديال القوى السياسية والاجتماعية. ثلاثة، اللي حامل شي مشروع كيبان بأن المشاريع، أنا كنذكرو ماذا كان يعني برنامج ديال الحزب رؤية، والأهمية اللي كانت عند مثلا ما نسميه الوثيقة الإيديولوجية. كنذكروا الأهمية ديال هاد الأدبيات، عندها طابع مقدس والنقاشات، كانت الحياة ديال الأحزاب كتدور حول هاد الأشياء، والبرنامج الانتخابي وانتخابات تشريعية وانتخابات المحلية، وكانت مجهودات كبيرة تستثمر في هاد الوثائق. الآن باين بأن كاين فرق ما بين المشاريع ديال الدولة اللي كتجاوز بكثير، كاين على الأقل واحد، وهي كانت تقريبا كانت 21 استراتيجية تصور غدات، حتى الربيع العربي كانت 21، شي 21 استراتيجية تصور، مخطط استراتيجية المغرب الأخضر، استراتيجية كذا، استراتيجية البروز، استراتيجية البروز الصناعي، استراتيجية 21، ولات 61 تقريبا، 61. ولكن اللي أساسي ومحوري الآن واحد عشرة ديال المشاريع اللي كتخلي هذوك البرامج ديالنا سابقا ديال الأحزاب تصورات كتبان صغيرة وتفصيلية وما وصلاش للمستوى اللي كيليق بفاعلين سياسيين. هذه ثلاثة، أربعة نحسبهم أربعة. كاين طبعا كاين إشكالات اجتماعية قوية، حركات اجتماعية هنا وهناك، غلاء المعيشة، تضخم قيل عنه الكثير هذه الأيام، باقي ما عرفناش بالضبط واش داخلي، واش ظاهرة داخلية ولا جاية من الخارج. الأوضاع العامة مازال ما النقاش العمومي ما تبتش في هاد، كاين نقاش والأطراف ديالو راك عارفينها، سمعتوهم هاد الأيام من عدة جهات حتى من قلب الدولة. غلاء المعيشة كاين يعني توتر اجتماعي واضح، وحركات اجتماعية ماشي سهلة هنا وهناك، وخا ما وصلش لدوك اللحظات ديال التعبئة المجتمعية اللي في بعض اللحظات في بعض المحطات ديال تاريخ المغرب عرفناها. إنما رغم كل هذا أنا عندي فكرة بأنه رغم هذه الصعوبات، رغم التوتر الاجتماعي، رغم الحركة، تكثيف الحركة الاجتماعية، رغم هذا الشيء كامل، ما عنديش انطباع بأن في المغرب كاينه الآن
ازمه اقتصاديه او ندره ديال الموارد. بالعكس كيبانوا ليا الموارد متوفره، كاين بحال لحظه وفره. هذه اللي غريبه، هذا هو المفارقه الغريبه اللي المداخيل كانت كبيره، مداخيل تحويلات ديال المهاجرين، حتى الانتاج الفلاحي اللي كنشوفوا الارقام، الانتاج الفلاحي الفوسفات المنتوجات الصناعيه الى اخره، وزيد عليها التسهيلات اللي منحتها المؤسسات الماليه الدوليه. هذه كلها كتبين بان ما كاينش، كاينه واحد الاريحيه، كاين صعوبات كتفرض على الجهاز التنفيذي انه يخطط يعني نوع ديال التسويات ديال هادشي ديال الغلاء المعيشه الى اخره. خامسا، من الاشياء الاساسيه في هذه المرحله هو نمو ثلاثه ديال الدول الامنيه، طبيعي الدول الامنيه مهيكله فاعله وصائبه في ممارستها على عده مستويات. الدوله الاجتماعيه مكيلاش نفصلو في الاصلاحات الكبرى اللي عرفناها في هذه المده الاخيره، واللي الوباء اللي عشناه في الثلاث سنوات زاد عطاها ديناميه خاصه. ولكن كنذكركم بانه بدات الدوله الاجتماعيه ولات هدف اساسي قبل الوباء. الحمايه الاجتماعيه، كل ما قيل عن الحمايه الاجتماعيه، ومازال المشروع كيتبلور. الدوله الثقافيه، الدوله الثقافيه اللي كتاخذ حجم تزداد مكانته ودوره وقوته. وانتظر مع اتساع القاعدة ديال الطبقات الوسطى كان ممكن ننتظر. إذن كاين أشياء كثيرة في هذا الباب. سادسا، هذه من المعطيات الأساسية اللي هاد النقاط وحدة بوحدة فيها هي كتبان هي المميزات الرئيسية ديال المرحلة، لكن فيها كلها مخاطر اللي غنختم بهم بعد قليل. في نفس الوقت كنسمعنا البيانات ديال البوليزاريو تجاوزوا 1000 وزيادة ديال البيانات، وكأننا في حرب، إلى حرب حقيقية. الجانب يعني ديال الدفاع وديال المخاطر الخارجية، هذا وصل لواحد المستوى اللي ما كنظنش بأنه مغرب الاستقلال عرفوه سابقا، بالخصوص تجاه جيراننا. وما يفرضه وما تفرضه هذه الوضعية من ناحية التسلح، الاستعداد الدائم، الاستعداد لمواجهة كل الفرضيات، الجهاز الدبلوماسي، الضغط اللي كاين على الجهاز الدبلوماسي، التحالفات المضادة. هاد اليامات ولا ممكن نقراو الوثائق ديال مرحلة جيمي كارتر. تم الإفراج عن الوثائق،
واللي يقرا دوك الوثائق واحد 30 وثيقة ديال وزارة الخارجية الأمريكية كيكتشف بأن كان المغرب ممنوع عليه أنه يستعمل أسلحة أمريكية، لأن في الاتفاقات اللي كانت مع الولايات المتحدة ممنوع استعمال هذيك الأسلحة خارج الحدود اللي كتعترف بها أمريكا، دونك ممنوع في الصحراء. كان خص الوثائق عامرة بالتفاصيل يعني تقريبا خطوة بخطوة، وكيفاش جيمي كارتر يعني أنه منع بشكل قاطع يعني أن المغرب يتوفر على أسلحة جديدة وما يكفيه في وقت اللي كانت المخاطر وصلت لواحد المستوى ما عندوش مثيله في السابق. الوقت اللي كانوا أعداء الوحدة الوطنية كانوا هاجمين على وقت طنطان، وقت هذوك المعارك اللي سمعنا عليها وقرينا عليها. إذن هاد الوضعية الآن عاد كنفهموا إلى أي حد كان ضروري مناورات كبرى، مناورات استراتيجية جيوستراتيجية كبرى بما فيها اتفاقات أبراهام بالنسبة للمغرب كتختلف على الاتفاقات اللي كانت مع الإمارات ومع البحرين، عندها مضمون آخر. هاد الوثائق كتعطي مفتاح القراءة ديال هاد كتحل هاد الإشكالات. الدولة قوة الدولة تجاوزت بكثير ما هو موجود في الساحة. انعدام حياة حقيقية على مستوى الفاعلين الآخرين خارج سلطة الدولة. ثلاثة اللي تكلمنا على ضخامة المشاريع ديال الدولة اللي كتزيد من قوة الدولة كيبان المبادرات ديال المجتمع السياسي كتبان يعني متواضعة. أربعة، كاين إشكالات اجتماعية حقيقية وعميقة، ولكن في نفس الوقت ما كاينش الإحساس بأن كاين ندرة ديال الموارد. خمسة، نمو هاد الظواهر ديال هاد المرحلة، الدولة الأمنية، الدولة الاجتماعية، الدولة الثقافية. يمكن نناقشوا هاد المسألة هذه. وبروز حاجيات جديدة ما كانتش حاضرة في المجتمع من قبل، والمخاطر الخارجية، ومع ذلك القدرة التفاوضية ديال المغرب يبدو بأنها رغم هاد الخاصيات اللي ذكرتها بتركيز السد مش من وقفت حاولت نكتف الموضوع ونركزه. فرغم هاد المخاطر رغم المخاطر اللي كتحتوي هاد النقاط الأساسية، فيبدو بأن القدرة التفاوضية ديال المغرب توسعت، وبأن هناك مع روسنا بعدا داخليا وتجاه الخارج، بالخصوص وأنه كاين روائح ديال ما يسمى بالبروز الاقتصادي كذلك.
واخا كاين هذا النقاش حول نسبة النمو ونسبة التضخم إلى آخره. فهذه الصورة عندي صورة ديال النقص التنافسية، ضعف حيوية الجسم المغربي في هذه المرحلة، وفي الوقت بذاته هذا هو اللي خصنا نفسره، كيفاش تزداد هذه القوة؟ واش كاين شي دينامية خارج هذه العوامل اللي يمكننا نرصدها اليوم؟ هذا سؤال ما نجاوبوش على كل الأسئلة. النقاش مفتوح ومستمر إن شاء الله في حلقات أخرى، ولكن كاين بعض الأشياء اللي ضروري الوقوف عندها. قوة الدولة شيء، ما كنديروش أنا مقابل ضعف قوة الدولة وضعف مجموعة المكونات. يمكن يكون تكون بعض الأركان قوية جدا صلبة، عندها القدرة على مواجهة العديد من التحديات، وبعض المكونات داخلها الأحزاب داخل الدولة متفق، ولكن يمكن تكون ضعيفة، ولا ينعكس ذلك على موقع الدولة وقوتها وحركتها ونجعت. فهذا معطى. دابا يمكننا ندخلوا شكون هي الدولة، هذه ما نقدرش نفسر فيها هكذا، عندها مجالاتها. شكون هي الدولة؟ الدولة دوائر، وهذا موضوع آخر في إذا سمحتوا. هذيك مقابل ما كيناش، ما عنديش أنا. ثم شرط لها بأنه في هاد القوة وهاد بعض المكونات اللي هي ضعيفة كاين مخاطر، هي اللي تكلمتي عليها أستاذة. الملاحظة الأخرى، نعم يمكن كاين تخطيط، أنا ما عارفش، يمكن كان مقصود، ولكن في نفس الوقت كاين دينامية في الواقع اللي خلات القوى السياسية والمجتمعية بشكل عام اللي ما خلاتهاش أنها يعني تواجه هذا النقص ديالها ويكون عندها حياة اللي هي في المستوى اللي مطلوب. ما نتوجهوش فقط شي مؤامرة مفترضة جاية من شي جهة أو تخطيط أو هدف مقصود، كاين كذلك المسؤولية أو الأوضاع، بلا المسؤولية، الأوضاع اللي عشناها في مرحلة معينة. فما كنحملش الأحساب هاد المسألة ديال انعدام كونها الآن في المستوى المطلوب ديال دينامية المجتمع. أنا ديما من التسعينات، منين بدأ الحديث على الانتقاد الديمقراطي، وقتاش بدأ الحديث عن الانتقاد الديمقراطي؟ في التسعينات 98 لاحظنا نمو هذا المفهوم، تكاثر استعمال المفهوم كميا في الصحافة، عند الفاعلين السياسيين، في الخطابات، في الكتابات، في الأكاديمية، في العالم الأكاديمي. لاحظنا هاد الناس كلها ولات كتهضر على انتقال الديمقراطية، يمكن كانت موجة كذلك، موجة ديال تمويلات المجتمع المدني تحت يافطة انتقال الديمقراطي.
وكان تقديري أنه كان استعمال مغربي مفرط ولا يناسب ما كان متوفر. دائما كان حيل على مقولة لفيليبي غونزاليس إسبانيا وزير اشتراكي لمدة طويلة، أحد رموز انتقاد ديمقراطية إسبانيا. قال لك ودي حنا ما عمرنا كنا كنهضروا على انتقاد ديمقراطي، واحد النهار شفنا قالوا لنا راكم درسوا انتقاد ديمقراطي. حنا هضرنا عليه يعني بزاف قبل والإخوان ديال العلوم السياسية كيعرفوا أنه في نظريات كبيرة النسقية ولا الوظيفية في السياسة كاين تركيز على جوج ديال المفاهيم. تقدم ديمقراطي، يمكن يوقع تقدم ديمقراطي ويمكن يوقع تراجع ديمقراطي. الإمكانيات، التكيف مع الأوضاع والتقوية، هذيك الأطروحات ديال التقوية إلى آخره. كاين هاد شي ستة ولا ستة ديال المراحل اللي كاين. دونك ممكن تراجع احيانا، مجموعه ديال الوقائع كتعني بالنسبه للملاحظ بانه راه كاين تراجع ديمقراطي، ولكن السؤال واش الحركه العامه في المده الطويله فيها تراجع ولا فيها تراجع ولا فيها تقدم. انا بالنسبه لي اللي حاسم هو ما يجري الحركه العامه بعد الشموليه، ما غاديش نمشي لشي حدث ديال الطريق، حادث الطريق مثلا ولا شي واقعه وعلى اساسها نحكم على يعني المسار الديمقراطي. في رايي صعيب نتكلم ولا على، انا ما عمري ما استعملت انتقال ديمقراطي، كندير انتقال سياسي، ما فيش كاع هاد المصطلح. الانتقال في الكتابات ديالي كنت ديما حاضي مع استعمال هاد الكلمه، انتقال سياسي. كاين شي حاجه تتغير، شنو هي قيمتها، شنو هو الوزن ديالها، هذا موضوع ديال النقاش. فيما يتعلق بالحزب، كاين واحد المفهوم ديال، ما عرفتش كيفاش نترجمو، لو بارتي اتخابتو، يمكن هو هذا. انا كنظن الحزب كيطلب واحد هذاك الملامح الكلاسيكية ديال الانخراط ديال النضال، ملامح كلاسيكية ديال الحضور في الاجتماعات والتدرج، رفيق بعدا متعاطف إلى آخره، مناضل إلى آخره. فالحزب بلاتفورم إلكترونية، الأرضية كأرضية إلكترونية، ما هو رقمي، يعني فيه سيولة كثيرة، سيولة فلويديتي، ما كتسمحش بالانخراط السياسي. السياسة باقية، كاينة السياسة، ما حدنا مختلفين على ما هو الخير والشر في مجتمع، غتبقى السياسة، ما يمكنش. كانوا التقنوقراط في القرن 19 سان سيمون والأتباع ديالو كانوا كيعتبروا بأن صافي تحلت المشاكل، دابا كاين العلم، وبأنه السياسي ما بقاش مقتصر على تحديد الغايات والأهداف الكبرى والتوجهات، ما بقاش مقتصر عليه.
والتقني المهندس غادي يشتغل على الوسائل، كان هالتوزيع العهد التقنقراطي بدا كيفكر بانه العلم تقدم الى حد الدرجه انه ما بقاش الفرق ما بين التوجهات والغايات، الغايات الكبرى وهذا، وقضيه الوسائل. حتى الغايات يمكن ان نشتغل على اساسها علميا، ولكن هذا بان في نهايه الامر بانه السياسة حاضرة وضرورية بالنسبة للجسم المغربي. كاين نزعة ديال تقننة كل الفضاءات. أجا سيدي نحيدوا السياسة من التعليم، لأن التعليم مصلحة الجميع. لا، خص يبقى الاختلاف السياسي حول التعليم، حل ما هو خير وما هو شر. خص هذا الجانب ثاني، ما خصوش القضية الأخرى ما خصهاش يكون فيها اختلاف. لا سيدي، خص تكون، لأن في ذاك التنافس ما بين التصورات والمشاريع كتعطي حيوية للمجتمع. اللي كنخاف منه هو هاد لا ديفيتاليزاسيون، نزع الحيوية من الجسم المغربي. أخيرا أستاذ باش من تجاوزوش ما نبسلوش عليك، قضية المثقف اللي غيصلح الأوضاع، شحال هادي بعدتها. لا، أنا عندي ثقة في السياسيين، وحتى في حالة ضعف متمسك بالأحزاب وخصنا نقويهم، متمسك بالسياسة. ولكن الجدلية ديال المثقف وإصلاح المدينة وسعي المدينة الفاضلة عندها قوانينها. المثقف ما ماشي بالضرورة خائن عندما كيوضع مسافة مع العمل السياسي والإصلاح السياسي. عنده مواقع، وذاك الموقع ماشي في الجامعة. كان كيوقع خلط أحيانا، غادي خصو يكون في الحزب. هذا هو ديال المثقف المناضل، وهذا حتى هو سؤال آخر. بغيت واحد النقطة، واش ائتلاف حكومي أستاذ؟ واش ائتلاف حكومي هو تحالف؟ واش تواجد مجموعة الأحزاب في نفس التشكيلة الحكومية يعني بأننا صافي حققنا تحالف؟ تحالف كيظهر لي أثقل من فيها واحد العمل على البرامج، وفيها اقتراب، وفيها تمفصلات، وفيها فما ماشي كون صدفة ولا تخطيطا، بفضل التخطيط تجمعوا مجموعة الأحزاب. هذا سؤال، أنت قربتي للموضوع أكثر، غادي تجاوبنا على هذا. شكرا.